أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تقوم بعض الشركات بالطلب من موظفيها بدفع مبلغ مالي كل يوم، والزائد يكون للموظف، فما حكم ذلك؟ كيف؟ تقوم بعض الشركات بالطلب من موظفيها دفع مبلغ معين كل يوم، والزائد يكون للموظف. الزائد؟ زائد الربح. لا ما يصلح هذا، هذا لا يصلح. والموظف له راتبه فقط، الموظف له راتبه فقط، نعم، وليس شريكا. الموظف ما هو شريك، إنما هو عامل له راتبه فقط، نعم.